طيب اليوم حضرتنا عن انتولوجي. هاي انتروداكشن مش معناته اللي بحضر هاي المحاضرة بعدها بروح ببني انتولوجي، بس هتاخذوا تعريف للانتولوجي وشو وليش الانتولوجي. وانا عادة ببلش قبل ما ببلش اشرح what is an انتولوجي بدي اقول لكم why. قبل what, what is it, why is it, ها؟ طيب المحاضرة هاي تلقوها على هذا الموقع مسجلة الفيديو والسلايدز. reading material هذا مش موجود في كتاب الارتفيشال انتليجنس. فreading material everything in the slides زائد everything I see. مش كل شيء مكتوب، بس في تو ارتكلز هذول هم الريدنج الاساسيات للموضوع تبعنا. في ارتكل عملها واحد اسمه توم جروبر Towards principles of design of the design of ontologies using used for knowledge sharing. هاي اللينك عليها. ونيكولا غوارينو كمان له ارتكل بنسميها formal ontology and information systems. ماشي. أول إشي يعني المحاضرة مكتوب لك اسمين Why is an ontology؟ وإيش What is an ontology؟ نبدأ قبل ما نقول شيء ontology نبدأ ب طبعاً زي ما نتحدث في الجزء الثاني من المحاضرة الontology هي كلمة موجودة بالفلسفة. يعني لو واحد هون تخصصه فلسفي وسمعنا كلنا قلنا كلمة ontology طوالي بتطلع بيقول او ليه جابوا الكلمة هاي تبعتهم، يعني هذول تمام هايتي شو دخلوا في الموضوع. لا هي كلمة فلسفية ومعناها فلسفي زي ما نشوف بعدين، بس احنا تعين تبعون الاي تي بندخل على مجالات مرات نستعملها في نستعمل هاي الontology الفلسفية او صورة من هاي المفهوم الفلسفي نستعمله لمفاهيم الاي تي. قبل ما نقول كيف شيء هي او كيف نستعملها الانتولوجي بدنا نسال سؤال، شو معنات انفورميشن سيستم؟ شو معنات انفورميشن سيستم؟ شو يعني؟ كيف بتخزن انت كيف طريقه يعني ريتيرش اللي هو بوابه الالكترونيه تاعت الجامعه عندنا للطلاب والمدرسين، هل هو انفورميشن سيستم؟ اكيد في تيبلز وفي تاخذ منه طيب مايكروسوفت وير انفورميشن سيستم؟ لا هو ابلكيشن. اذا شو الفرق؟ انه هذا بيكون نظام معين لتخزين معلومات بطريقه معينه. طيب لو اعطيتك داتا بيس لحالها مش ريتاج، بس الداتا بيس اللي في ريتاج، هل هي انفورميشن سيستم؟ لا هي الابلكيشن اللي بستخدمها مشان احط عليها. هي الابلكيشن ولا هي الداتا؟ هي الداتا. ولا اثنين؟ لا هي الداتا. متى؟ هي برضه الداتا، بس اذا في فرق اذا بتقدر تتعامل معها ولا بتقدرش. اذا انت بس بتشوف الداتا هي داتا، لانه يعني ما بتقدر تتجاوب مع حتاخذ يعني هي مش انفورميشن سيستم، هي مش سيستم اصلا. اذا بتقدرش تطبق كويريز لا. فهي مش سيستم لحالها، مش اصلا مش سيستم. فالانفورميشن سيستم بالمناسبه هو الابلكيشن والداتا، وفي ناس بيقولوا كمان الناس اللي بيستعملوه جزء من اليوزر. نو الناس يعني انتم الطلاب والمدرسين مش بيستعملوا ريتاج الداتا والابلكيشنز واليوزرز تاعت النظام مش المبرمجين بس. هاي انفورميشن هاي الدي بي ام اس في بكلمه داتا وفي بكلمه السكيما وفي اللي هي الكويري بروسيسر اللي بنعمل في ابلكيشنز خارج الداتا بيس خارج الانفورميشن سيستم خارج الدي بي ام اس. وفي كمان كونسبتشوال سكيما اللي بنعملها زي الاي ار دايجرام وهذا كلها على بعضها بنسميها انفورميشن سيستم. هلا Each information system usually is made for one organization. مظبوط؟
عادة ليش بنعمل مفروش السلم ولا يعني مؤسسة معينة مزبوط؟ هذا يعني داخل أسوار الجامعة هذا هو يعني الانفورميشن سيستم تاع الجامعة تاعك هو الإشي اللي داخل أسوار إيش الجامعة. خارج أسوار الجامعة ما لناش. أوكي تقدر تستعملوه خارج أسوار الجامعة اليوم عشان في إنترنت، قبل ما كانش إنترنت يعني، أو المقصود إنه بس داخل ما يخص الطلاب وال مدرسين بجامعة بير زيت هم فقط ولا الانفورميشن سيستم هذا ما بيحكي مع حدا وما بيسمح لحدا من خارج اسوار الجامعة يتعامل معه مزبوط. هذا كلام كان في الباست، كان في الماضي. اليوم شو في؟ اليوم في انكسرت الاسوار وصار صار في الانفورميشن سيستمز بدها تحكي مع بعض. صار في عندنا انفورميشن سيستم واحد بده يحكي مع انفورميشن سيستم اثنين. زي مثلا ريتاج بده يحكي مع يجيب اسماء الطلاب من وزاره التربيه والتعليم العالي، هذولك عندهم انفورميشن سيستم واحنا عندنا انفورميشن سيستم مزبوط. ريتاج بما انه كمان بيسمح لكم تدخلوا اشياء ماليه بده يجوز يسال عن انفورميشن سيستم ثاني سلطه النقد او البنك المركزي يجيب اسعار العملات. ريتاج صار بده يحكي بجوز مع انفورميشن سيستم لجامعه ثانيه. ريتاج كمان صار بده يحكي مع انفورميشن سيستم مثلا وزاره الداخليه عشان يتاكد من ارقام ماهويه الطلاب مثلا. معناته اذا بطلنا زي زمان نتعامل فقط مع يعني restricted community rules لا information system تمام، بطلنا فقط محصورين داخل أسوار الجامعة، صرنا بدنا نفتح قنوات ها مع information systems ثانية. هلا new needs، هاي الكلمة new needs. شنو new needs اليوم؟ إنه صار في عندي، طب شو الفورمات اللي اودي الداتا فيه؟ لازم تكون ستاندرد. اها، وين وين بحطوا الستاندرد؟ يتفقوا الطرفين. يتصلوا على بعض ويتفقوا؟ لا ولا؟ لما يبنوا كونكشن بيناتهم. لا لا شوي بس. قولي يتصلوا على بعض. ساعتها بقول لك يتصلوا على بعض، ماشي. ما هو كلنا بنفس المدينة، وزارة الداخلية وسلطة النقد والجامعة وكلنا بنعرف بعض. تخيلي لو انه هذا امازون وامازون بده يحكي مع ببلشر عنده انفورميشن سيستم، هذا بامريكا وهذا بالصين، بزبطش يضل الناس تتصل على بعض. فلازم يكون في شيء في ستاندردز معينه، في مشاكل معينه بنسميها اوبن داتا اكستشينج. كمان في شيء ثاني انتر اورجنايزيشنال ترانزاكشنز. كيف انا بسمح لهذا الانفورميشن سيستم يكتب كلمة داتا بيس تبعك؟ صار هو بده يكتب يعني مثلا مثلا على ريتاج، ريتاج اللي هو البوابة بنسميها البورتال تبع الطلاب والمدرسين بالجامعة على الأشياء الإدارية والأكاديمية. صار عشان بتدخلني وزارة الداخلية مثلا منها أجيب الأدرس تبعت الطلاب، وكأنه هم اللي كلب ايش بيكتبوا كلب الانفورميشن سيستم تبعي. يعني معناته انا فتحت الداتا بيس تبعتي لناس من برا يكتبوا في كلمه ويغيروا فيها البيانات، صح؟ هلا بعدين صار في عندي جلوبال كويريز، بدي كله اعطيني كل الطلاب اللي عندهم ولد وبنت او ولد وبنت، معناته هذول ولد وبنت ولا مسجلين وزاره الداخليه، معناته بدي اعمل كويري على مش فقط على الداتا تبعتي اللي هون، مش بس الداتا اللي عندي هون كمان مع اثنين مع بعض، وكانه تو داتا بتعمل كويري اوفر تو داتا بيزز. فاهمين علي؟ هاي طبيعه المشاكل وهلما جرنا يعني، هاي طبيعه المشاكل اللي بتواجهنا لما احنا بنحكي عن ايش؟ اوبن
انفورميشن سيستم. شو معنى اوبن انفورميشن سيستم؟ صار يعني مفتوح حتى للبعض، يعني انه صار في جهات خارجيه ان نتعامل معها، نودي لها داتا ونجيب منها داتا باختصار. هذا بهاي الكوميونيكيشن فعال في سنه 97 يمكن 96 97 اخترعنا الاكس ام ال. بقى زمان نودي ايش تكست فايلز. انا في زمانات اشتغلت في بنك، فكنا سلطة النقد كل يوم كل الشيكات اللي بتيجي عندنا والترانزاكشنز لازم نوديها لسلطة النقد. زمان زمان بقودوها على الورق، بعدين صاروا اجتمعنا كل البنوك وكلنا اتفقنا على تكست فايل، فورمات التكست فايل بنوديه كلنا لسلطة النقد. هذا كمان ما تطلع الاكس ام ال، او بعدين طلعت الاكس ام ال، صرت ترتلي فيها الداتا تعملي لها بارس تودي. بس مباشرة أول ما طلعت الاكس ام ال الناس ما عجبتهاش الاكس ام ال، فبتعامل مع ار دي اف نحكي عنها بعدين. هذا بس الاكس ام ال لحالها ما بكفيش. واحد بيقول لي اف نيم، شو يعني اف نيم معناتها؟ اف نيم لا هذا كل واحد يشوف شو في الاكس ام ال مكتوب اف نيم فيرست نيم او لاست نيم فاميلي نيم او فاذر نيم او عارف ايش بحكي لك كل واحد. فبكفيش التاكس استعفوا اسم النيم مظبوط. في انواع دخلوا الاكس ام ال في ويب وفي ادفانس داتا بيس. فبكفيش بس اخذ معنى المعلومه من اسم التاج، لازم اروح اعمل وصف ليميتيشن وصف ليميتيشن لهي وصف للمعنى تبع الداتا في السكيما. السكيما بكفيش، السكيما از ستراكشر، السكيما بتوصل في تركيبه البيانات مش معنى البيانات. ضل المعنى، المعنى ليش هو أنتولوجي، أو بنسميه أنتولوجي أو سيمانتكس. شو معنى سيمانتكس؟ معنى الدلالة. جميل. في لغة بيكتب فيها أنتولوجي اسمها أول. فالأنتولوجي إذا شو هي؟ بيستعملها لوصف المعنى تبع البيانات اللي بتناقلها. هاي مثال ثاني. في عندي أنا تسمعوا بالإي جفرمنت؟ تسمعوا شو الإي جفرمنت؟ شو يعني؟ الوزارات تتعامل الكترونيا مع بعض، وبرضه يصير المواطن العادي يتقدم مثلا لطلب شو في هال تخيلي حالك في حدا معاه رخصة سواقة؟ معكم مش رخصة سواقة؟ معك رخصة سواقة؟ عمرك جددتها؟ لا جديد جديد. لما بنجدد رخصة سواقة روحوا جددوها مش على الكمبيوتر، جددوها هيك، روحوا انتوا لحالكم على دائرة السير بقول لك اعطيني اول شيء شو اعطيني رخصة السواقة اللي بدك تجدديها. هذا انه هو موظف تبع دائرة السير يعني وزارة المواصلات، باخذ منكم رخصة السواقة بتطلع فيها نعرفش على شو عليش تطلع، بعدين بقول لك اعطيني هويتك، بعدين بقول لك زي واحد بس نظرها بقول له بدك فحص نظر من سوق من وزارة الصحة. طيب خذ يا عم هاي كمان فحص نظر، بكل يوم بطبع لي ورقة وروح ادفع وخذ الرخصة. أول شيء اعطيني، تخيل أنت هون أنت مستعملة لهاي هاي الانفورميشن سيستم تبع دائرة السير. إذا قلت له أو لم بدل ما يقول لك اعطيني أنت هون بدك تستعملي هاي وبدنا نسويها الكترونيا هلا بدنا نسويها ايش؟ الكترونيا. اول ما بدل ما يقول لك الموظف اعطيني الرخصه اللي بدك تجدديها انت نفسك على الكمبيوتر شو بتقولي؟ هاي رقم رخصتي اللي بدي اجددها. بنودي كويري على الداتا بيس بنساله اذا هاي الرخصه اصلا موجوده، اذا هاي الرخصه موجوده اصلا واذا صح بطلت فعلا واذا عن جد بدها تجديد بلكي جددها امبارح الزلمه. اوكي خلصنا؟ اجل الريسبونس انه اوكي ومين صاحبها عشان مطلوب منه هويه طالب. هلا
بده يقول لك بده معلوماتك، بده يشوف انه انت اللي جاي تجدد الرخصه، صاحب الرخصه انجاز التعبير هو مواطن فلسطين. فهلا بس انت ما عندك هون، ما عندنا هون سجل المواطنين، فشو بدنا نساوي؟ فهاي الانفورميشن سيستم هلا بده يودي داتا مسج في كلبها كويري على وزارة الداخلية وكله هاي رقم الهوية تحقق لي منه أو اعطيني بيانات بجوز اعطيني آخر آدرس له إذا مغير هويته. بل كنت زلمة منتقل من جنين على رام الله، وبالتالي على الرخصة لازم نحط هلا إيش؟ رام الله. فبكله تحقق لي منه، اعطيني اسمه الأول والأخير، اعطيني صورته آخر صورة خزنها عندكم، اعطيني الآدرس تبعه، اعطيني هالبنات ورجع. طيب شو ضل؟ ضل ايش؟ لما فحص نظر ساري المفعول. نتصل على وزارة الصحة. هذا السيستم بتصل على وزارة الصحة. بقول له اعطيني آخر تاريخ اعطيني فحص نظر، أو هل في عنده فحص نظر قبل ست أشهر؟ صار له ست أقل من ست أشهر مثلا. يا يا لا. إذا خلص. على الإنترنت بنسويه. فصارت الانفورميشن. فلما نقول ان هالوزارات طلعوا كيف الشيء يحط تعريف الحكومه الالكترونيه، انه الوزارات بتفتح الاسوار تبعتها عشان تتعامل مع بعض، وبالتالي تقدر تقدم خدمه للمواطن. لاحظين؟ فنفس الشيء الداتا بيس نوديها باكس ام ال او ار دي اف مش مهم هلا، وعشان نعرف معنى البيانات بالكفيش نحطها بإكسل، فلازم نعرف إيش؟ نعرف معنى هاي البيانات. معنى هاي البيانات اللي هو اللي بنسميه وين نوصفه؟ بنروح نبني إي جفرمنت، بنسميها إي جفرمنت أونتولوجي مثلا. فبنبني لها أونتولوجي، هاي الأونتولوجي اسمها إي جفرمنت أونتولوجي. ملاحظين؟ طيب ها إيه؟ هاي طلعت أرجع كمان مرة، هاي طلعت مسج على هون، وهي المسج هلا اللي بدنا نقوله هاي المكان. هاي المسج على فكره هذا ويب سيرفيسز، انتوا بتعرفوا شو يعني ويب سيرفيسز؟ ويب سيرفيسز وين اخذتوه؟ مشروع التخرج في شغل ويب سيرفيسز. اها هاي ويب سيرفيسز عادي. ويب سيرفيسز هاي مش بيودوا لبعض تكست فايلز ولا اخره، ويب سيرفيسز. فالمهم انه ذميني ذي الفوكابيولوري ممنوع واحد يستعمل مثلا خلص اف من، لا بنقول كل التاكس اللي بالاكس ام ال لازم تيجي من هون الانتولوجي. المعنى تبعها مش بس الكلمات لازم تيجي من الانتولوجي، المعنى تبعها كمان لازم يجي من الانتولوجي. زي مثلا سالري. سالري اوكي، طب شو يعني سالري؟ نت سالري ولا جروس سالري ولا فمش بس الكلمه، يعني مش بس يعني نعمل ستاندرايزيشن للكلمات لمعناها، نوصف معناها. والداتا ستراكشر تبع هاي وهاي برضه بيجي من الانتولوجي. فبنقول the meaning the vocabulary and data structure in the message commit، هذول commit بيلتزموا في الجفرمنت انتولوجي. على فكره هذا مش مزح، هاي لفلسطين في شيء اسمه زنار، زنار.pma.bs بنصحكم تطلعوا عليه، في كلب اونتولوجي للحكومه الالكترونيه. الاونتولوجي هاي ما موجوده. هاي مثال على مرسوم الرسم الاونتولوجي هون. طيب شيء ثاني زي ما حكينا قبل شوي، افرض انه انا عندي يا جماعه هذول بدهم يتناقلوا بيانات، هاي بوك ستورز امازون مع بوك ستور ثاني مع بوك ستور ثالث، او افرض انه انتم بدكم تربطوا بوك ستور وبوك ستور وبوك ستور وبوك ستور وتعملوا لهم هيك، انتم بتعملوا لهم صار انه بدل ما واحد يدور على كتاب يشتريه، بدل ما يروح بس على امازون بيروح على اكثر من موقع. مش انتم عاده بتروحوا على اكثر من موقع بتدور؟ انت بدك تعمل لنا موقع. شو ماله هذا الموقع؟ من خلاله بنقدر نستنتج كل شيء. ها؟
يعني جلوبال كويري هذا ها هنا جلوبال كويري. فنفس الشيء عشان نربط الداتا مع بعضها فبنعمل انتولوجي. هاي انتولوجي بوك از تايب اوف برودكت بوك هاز اي اس بي ان بوك هاز تايتل بوك ريتن باي اوثر بوك از ا تايب اوف كلاس اوف برودكت برودكت فالويتد باي برايس برايس اماونتد تو فاليو وميجر انكريز يعني الى اخره. فبنربط هاي نربط هذول الداتا بيسز ها في انتولوجي شيء زي هيك. طيب او نقدر تعرف الديسكربشن لوجيك اها اوكي هاي رسمه صح. هاي شيء بيشبه الاي ار هاي اسمها او ار ام بس شيء بيشبه الاي ار بس نقدر نشوفها كايش طبعا ديسكربشن لوجيك. ليش ديسكربشن لوجيك اخذناها او نقدر نشوفها في لغه بالاكس ام ال اسمها اويل اويل يعني اونتولوجي ويب لانجويج. بدل ما نرسمها بدل ما نكتبها هيك او هيك بنوديها باكس ام ال هاي اسمها اويل. جميل يعني كل شيء نكتبه بالديسكربشن لوجيك نقدر نكتبه بالاويل. تذكروا لما شرحت الديسكربشن لوجيك قلت لكم فيه شيء اسمه شويل الديسكربشن لوجيك اسمه شويل هذا اندربيننج اويل يعني هذا اويل هي تقريبا اويل از ديسكربشن لوجيك بس مكتوب بالاكس ام ال. طيب هات نشوف سيناريو ثاني شو ها جوجل هات نسألوا هالسؤال شو ها فايند ا ديفلوبر بوزيشن ماكسيمم 10 مينتس فروم رام الله. وجد اذا يعني بدور انا على شغل انا مبرمج وبدي اياه 10 مينتس فروم رام الله يعني ماكسيمم يعني برام الله. شو جوجل برجع لنا نعمل سيرش يلا شو رجع لنا اشياء ولا لها اي علاقه باللي احنا بنسال عنها ما عليه. الناس مبسوطين على جوجل جوجل اصلا الناس تجلس تستعمل جوجل ليش صح. لا زالت الانترنت بتعاني الانترنت لا زالت بتعاني كثير من انه مش نقدرش نوصل للمعلومه. معلومه موجوده معلومه موجوده بس نقدرش نوصلها. طيب bad results as it's string matching هو بالضبط عمل string matching but عمل meaningful search لا عملش. لازم على عصفور هون عشان مشروع تخرجه ملتي لينجوال سيرش انجن باستعمال التكنولوجي. طيب هذا نشوف تسمعوا في السيمانتيك ويب هذا بنسميه الجيل الثالث للانترنت. الجيل الاول هو HTML الجيل الثاني السوشيال ويب الجيل الثالث اللي جاي اللي هو السيمانتيك ويب ها هذا هيك حتصير الدنيا. تخيلوا عنده هاي الويب سايت وهاي الويب ها هلا كل النص اللي تكتبها في الانتولوجي يعني بنيجي على الكلمات المكتوبه هون وبنوصف معناها في انتولوجي معين وهي صفحه ثانيه مع الكلمات الموجودة كلها فيها من إيش نوصف معناها هون وهون وهون وإلى آخره ثلاثة بيوم بيجز أو اليوم. هون شو في إذا شو سوينا نسميها annotating. شو يعني annotating يعني مسكنا الكلمة داخل HTML هذا بنكتبه في لغة اسمها RDFA RDFA ها على فكرة إذا بدكم الموقع تبعي أنا جرار دوت انفو مكتوب بـ RDFA الكلام الموجود فيه كل كلمة فيه موصوف معناها. ف shared meaning of things this meaning is embedded inside web pages هذا المعنى يعني شو يعني أنا باجي على الكلمة هاي اللي هون بقول له هاي مش string ها بربطه بوصفه بوصف هاي الكلمة معناها هون مش في الميتا داتا في الميتا داتا بنحط ديسكريبشن وكي وورد وشيء زي هيك. نعم صحيح انت بتحط كي ووردز بس الميتا داتا يعني ممكن تحط الاسئله الموجوده يعني او شيء في الديسكريبشن بلاش تقدرش تحط اسئله يعني تتوقع كل الاسئله انت في الميتا داتا هاي زمان في الاتش تي ام ال تقدر تحط كي ووردز في الويب بيجز
بس ما بتقدر، ما كنت بتقدر تدخل على النص داخل الكلمة ده أو توصف الكلام. مش شرط كل الكلام على فكرة، مش شرط كل إشي في الويب بيج. ما لا شيء مهم. يعني لو تخيلوا لو ربطنا بتعرفوا jobs.bs موقع، وبجوز في موقع ثاني للشغل وموقع ثالث للشغل ورابع للشغل وخامس للشغل. لو ربط عملوها بالRDFA إشي جوا ال HTML طريقة لها طريقة كتابة معينة. وأنطولوجي كانت موجودة هون. هلا بصير نقدر إيش؟ نعمل سيرش على السيمانتك. نقدر أيوة. فلما نسأل جوجل هذا السؤال بكفيش، بس على فكرة كل جوجل يلا عاد روح جيبي، بعرف إيش جوجل جيبي. لازم جوجل شو يساوي؟ أول إشي نربط الكويري تبعتنا هاي، هاي الكويري جوجل أول ما نكتب له الكويري لازم شو يساوي؟ يأخذ الكلمات يشوف معناها. بالتالي بقدر يفهم المعنى الموجود. فسيمانتيك ويب، شو السيمانتيك ويب؟ نسميها سيمانتيك ويب ميشن، سينتاكس تو سيمانتكس بيست سيرش. انه مش ببطل السيرش سينتاكس، بصير السيرش ماله معتمد على السيمانتكس. طيب لسه هذا الاشي تطبق ولا ما تطبق؟ في بداية تطبيقه كل جوجل وياهو كلهم بحاولوا، في اجزاء تطبقها خفيفة. تعرف هذا مش برنامج معين، هاي نسميها ظاهرة توجه الناس كلها هيك. خلينا اعمل سكيب لهاي عادة بدي عشان الوقت. اذا زي ما قلت لكم انا مش قاعد بعرف شيء الانتولوجي، انا قاعد بورجيكم استعمالات الانتولوجي، لسه ما عرفنا شيء الانتولوجي. هلا اللي بدنا نشوفه انه او اذا انتم لاحظتوا بين كل الابلكيشنز اللي ورجيتكم اياها، هاي امثل الابلكيشن اللي ورجيتكم اياها امثل عشان اقول لكم there is a need for a shared understanding. المشكله في كل الابلكيشنز اللي شفناها انه there is a need، يعني لما وزارات بدها تحكي مع بعض هذا مش ويب، بس كنا بحاجه لshared understanding للمعنى، مزبوط؟ شير اندرستاندينج اند شير مينينج. ها ولما حكينا على جوجل برضه نفس الشيء، بنحكي على شير اندرستاندينج. سو ذا انترنت اند ذا اوبن كونكتيفيتي انفايرمنتس ار كرييتنج ا هيوج ديماند نوت اونلي فور شيرينج داتا بات اولسو فور شيرينج اتس سيمانتكس اتس مينينج. ها نوت اونلي هيومنز، المينينج هذا مش للهيومنز احنا نسويه، بس بقول لا هذا مش للانسان. لا حكينا it is but also computer needs to communicate meaningfully. هلا خلينا نعمل سكيب. في هاي جارتنر مجلة طلعت 2002، يعني هذه آراءها عادة معتمدة عالمياً، اللي بيقولوا بيكونوا عاملين ماركت ريسيرش عالي جداً 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 وفيري ديب، فبيقولوا lack of technologies and products to dynamically mediate discrepancies in business semantics. لأنه في اختلافات البزنس، في اختلافات كثيرة، ف الاختلافات هاي حتحد من الكوميونيكيشن والتطور، الا اذا اجت تكنولوجيز، ويعني ويب تكنولوجيز تحد او تحل مشكله الاختلاف، واللي هي باختصار المقصود هنا الانتولوجيز. طيب لو شفنا بجوز واحد يجي يقول لي استاذ كل هذا حكي فاضي، بدناش انتولوجي، احنا بدنا ايش؟ خلاص XML سكيما بتكفي. بصير؟ هات نشوف كيف الكمبيوتر بيشوف الـ XML. شو هالشكله؟ بي 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 سي سي سي. الكمبيوتر بيفهم شو بي بي بي.
ها؟ الكمبيوتر ما بيقدر يفهم شو قصدنا في هذول. ها؟ إنه نقصد بوك. الكمبيوتر بيشوف هذول زي هيك. فهمش. وبالتالي XML provides only syntax structure like data but not semantics, not meaning. علي في عندك سؤال؟ ها؟ ها؟ جزء واحد يجي كل لي فأنا بدل ما أساوي أنطولوجي هاي زي ورجتنا إياها خلص بروح على الـ XML زي هيك وباجي بكتب بكتبهم بعرفهم بالطريقة هاي يعني بعمل زي ديكشنري لمين؟ للتاكس ديكشنري بالطريقة هاي جلوسز بكتب لهم جلوسز أول شيء إنه الكمبيوتر ما بيفهمها، ثاني شيء they are ambiguous. هذا إشي بيفهمه مش بس بيفهمه الإنسان، ambiguous التعريفات هاي شو بعرفني إنها صح؟ ها؟ people will implement it in different ways. So standard ما بنسميها standard vocabulary. Do not provide precise and formal meanings زي الأنطولوجيز. Oops. هلا خلينا نسرح شوي نسرح خليكم مركزين معي بدنا نسرح شوي شايفين الغرفه اللي احنا فيها طلع عليها دخل عليها واحد جاي من المريخ ديسريك ديسريك شو بيكون شو بيساوي عمره ما شاف كل الأشياء اللي شايفها هلا هو عمره في حياته ما شاف طلع بشوف أشياء تشبه بعض يقول هو هذول شاشات كمبيوتر بسميهم مش هو شاشات كمبيوتر بس في أشياء تشبه بعض بشوف في طلع على الكراسي في أشياء لونها بني برضو بتشبه بعض بميزه اللي احنا بنسميه شاشات عن اللي احنا بنسميه كراسي هو بالنسبه له هاي في شاشه طلع عليكم انتم في اشياء قاعده لها جرين وراس طبعا مش كلهاش جرين وراس بس يعني ها في واحد واقف بتصير تطلع على فكره هيك الولد الصغير طلع عليهم هيك بيقول هلا بكرر شو بيسرق بكرر يسرق هاي الاشياء اللي لها جرين وراس و اللي هو احنا يعني هلا بده يروح يقول لصاحبه اللي في الغرفه الثانيه شو بده يسوي شو يروح كله شو بده يمسك كيف احتسب بده روح نصاح يلا صاحبه وكله بدنا نسرق بدي اروح اسرق الاشياء اللي احكي بيحكي له خصوصا هو بيعرف يلا مثلا في اشياء لها ايش مدحبر كروي في لها هلا هو ديروا بالكم بصير يستعمل اشياء هو شافها في تاريخه بكرر الصوره بكرر بصير يكرر الصوره لا ليه هلا هيك الاولاد الصغار اول ما بلشوا يتعلموا بصير يفهموا في الحياة الأشياء اللي حواليهم بتشابهاتها بيقولوا بدي كذا لكذا 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 بعدين أمه الواحد شو بتقول له هاي اسمها كذا على فكرة وهذا تاع المريخ نفس الشيء أول مرة راح قال صاحبه بدي أجيب اللي زي كذا 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 لما يجي يحكي مرة ثانية فكر برد يوصف يقعد خمس دقائق ويحكي بالأوصاف ممكن شو يساوي يعطي لها مسمى شيء يعطيها مسمى كائنات هاي شايفه الكائنات لا مش الكائنات اللي اعطاها مسمى مسمى للشيء اللي وصف ايوه لا هو اعطى مسمى مش الا لا هو المسمى تبعه اختصار لمجموعه الصفات اللي هو قاعد بحكي فيها او بفكر فيها يعني الدنيا هيك ماشي واللغة هيك ماشي
هاي بنسميها مثلث المعنى. هذا بقول شو معنات الدابة بتعادل لما بشرح هذا الرسالة بقول شو معنات المعنى؟ يعني هلأ في عندنا كونسبت في راسنا، كونسبت مفهوم معين في راسنا، مفهوم اللي هو أول ما دخل طلع وشاف عمل كونسبت في راسه صح؟ هذا الكونسبت سموه بالجافا نسميه كلاس. في له إنستانسز، الانستنسز تبعون اللي هو انا وانتو وكذا 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 مظبوط. هلا هذا المفهوم في له انستنسز او بنسميهم انديفيدجوالز او بالجافا بنسميهم اوبجكتس. مش في كلاس وله اوبجكتس؟ ها ففي كلاس وفي له اوبجكتس او كونسبت وله انستنسز. هذول الانستنسز هو بيطلق اسم على مين؟ على الصوره اللي في راسه لهيس لهذول الأشياء. يعني هو بيطلق اسم للصفات، بيطلق اسم للصفات والخصائص والصورة اللي في راسه عن هاي الأشياء. هلا بقى أوكي كل اللي خلاص أما هو خلاص أنا بصير أستعملها مباشرة، هي تدرس تستعملها مباشرة. الكلمة مينيش لهاي الأشياء، الكلمة لمين؟ الكلمة للأشياء اللي في راسنا عن هاي الشغلة. فهمتوا علي؟ طيب هذا الكلام بدنا اياه عشان نشوف شو معنى المعنى. هلا شو معنى الكونسيبت اذا؟ الميننج للبرسونا مش الميننج. ايش براسنا؟ طب استاذ انا يعني ايش براسنا؟ شفت الصورة وشفت الاسم خلص هيك ربطت مش سبة يعني. ايه؟ شفت الصورة وشفت الاسم يعني جاب وراي شفت صورته. يعني شو الصفة؟ لو انت شفت عرفت الاسم، ما فيش داعي توصل. تعرف انه هذول هذا له جنحان؟ هذا له جنحان. انا مش شايف. شو مش شايفهن انت؟ لا. بتعرف انه هذا ما بتحركش؟ تمثال؟ لا مش هيك. اه، تعرف انت هاي ليش فهمت الصورة؟ لأنه أنت عندك ممكن معرفة مسبقة. ممكن يكون لعبك برضه نفس الصفة. أنت عندك معرفة مسبقة عن الاشي لما شفت صورته وعملت تريجر. بس احنا بنحكي على افرض انه في شيء براسك معرفه مسبقه. ها؟ فيعني حتى لو قلت لك صوره اشي مرات تفهموش الا اذا ما انت عشان ما عارف الصوره اصلا. فاللي بقوله انا انه شو الكونسيبت؟ هو المعنى. طيب شو يعني المعنى؟ شو يعني الصورة؟ الصورة يعني فوتو فوتو نو الصفات هي set of rules we have in mind to distinguish similar things in reality. طيب أعطي لكم مثال. طيب شو رايكم اليوم اعزمكم على اكله تتكون من حسب مكوناتها؟ رز، جزر، فيها جزر، دجاج، وبازيلا، وزهره. لا طيب شو الزهره؟ شو الزهره؟ بلاش شو الزهره؟ زهره بنعرف يعني بس ليش زهر؟ هيك انا حجي اعمل نخربشكم. شو اسمها؟ بس البازيلا في طبخه زهرة بدك يعني. طيب بازيلا مقلوبه، بازيلا وجزر. اها يعني انتم فرقتوا لما بس لما انت حطيت الزهر. طب اذا حطيت زهره بطلت غير اسم مقلوبه. صار اسم مقلوبه. طيب انا اليوم بدي اعزمكم على اكلي مكون من سباكيتي فيها كريمة مشروم ولحم دجاج. شو اسمها؟ شو اسمها؟ شو اسمها؟ سباكيتي. طيب شو اسمها؟ شو اسمها؟ سباكيتي. اسمها سباكيتي. طيب انا بتعزمكم على اكلي فيها سباكيتي وماركة بندورة ولحم مفرومة. شو اسمها؟ Thank you.
برضه سباكيتي. انتوا الفلسطينيه بتفركوش انواع السباكيتي، بيطالع عندهم 260 ولا 270 نوع، كل واحد له اسم. هلا زي هم برضه لما بيجوا شو ممكن تشوف فرق بين الاوزي والمكلوبي؟ اه هذا رجله صح. فندمهم. اذا عشان احنا نوصف، ديروا بالكم احنا بنظل نحط صفات، بنظل نحط صفات مميزه 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 لحين ما سوري بنظل نحط صفات لحين ما نميز شيء عن شيء. لاحظين؟ هلا هاي بنسميها الكونسبت، واللي بتطابق عليها هاي الصفات بالواقع. يعني تخيلوا لي الدنيا، عارفين كيف؟ تعرفوا في مصنع الكوكا كولا في عندهم تشارت بتمر عليه علب الكوكا كولا، في جك بيطلع بيختم، عمركم شفتوها بالتلفزيون مثلا او بطول شغله وبكيفها من هناك بحطها؟ تخيل هذا الجك او الايد اللي بتكيم، هاي عباره عن اي شيء يطابق هاي الصفات بكيم. جك بكيم. يعني الصفات اللي في راسنا هون هي زي الكرايتيريا اللي الجك هذا بيحمل هاي الشغله وبحطها على جنب. هاي بنسميها الانستنس، اي او بالعربي بنسميها الما صدق. شو اسمها؟ كلمه واحده الما. يعني ايش معناها؟ ايوه ما صدق هذه الصفات، الاشياء التي الاشياء اللي في الدنيا التي صدقت هذه الصفات. الانستنس شو كمان كلمه انستنس بالعربي؟ ما لهاش الما صدق. هاي الما صدق اسمها، الما صدق اسمها، الما صدق كلمة انستنس ترجمتها، ترجمتها مش مثال. الما صدق شو الما صدق؟ كلمة؟ كلمة، كلمة معناها الأشياء التي تصدق. شو أصلها يعني الما صدق؟ بكلمة في السر. الأشياء شو تعريف إنسان؟ شو جد؟ شو تعريف انسان يا ياسر؟ اسمع شو تعريف شو الكونسيبت تبع انسان؟ شو الرولز تبعته؟ شيء له راس، كائن حي او حيوان له راس، مجرم، يضحك، يتنفس، يعقل، يتنفس، عشان يميزه عن الحيوانات الثانيه، وا 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 وا. فكل الاشياء اللي في الدنيا التي تصدق هذه الصفات بيكون هاي الشغله اللي بتكون ما بيكون ما صار. يعني لو كمل بنسينا فعلا كان بدل الانستنس بيكون ما صار. لو كمل كل الفلاسفه العرب جد هذا شكلها كلمه فلسفيه. عبر التاريخ كل الفلاسفه العرب استعملوا كلمه ما صار. طيب هلا المشكله انه احنا الناس نيجي هلا نيجي بنسمي هاي الصفات، نيجي نعطيها اسم بغض النظر بالعربي بالانجليزي بنكتبه بنحكي، يعني يا بنكتبه يا بنحكيه يا هاي بنسميها سيمبل. سيمبل بيرمز ل هذول الصفات اللي في راسنا ليه؟ هل بس احنا الناس بنساوي كلماتنا بنرد نستعملها لمفاهيم اخرى. خذ كلمه جوال، ما لها جواب؟ مرة بنستعملها للإنسان الرحال، ومرة سميناها الجوال اللي هو الموبايل. شو كمان بتقول أمثلة؟ اسم أو اسم شركة جوال. شو كمان في أمثلة؟ لها أكثر من كلمات، لها أكثر من معنى. سيارة، شو معنى سيارة؟ الناس اللي بيمشوا السيارة، الناس السيارة، كوابل السيارة، والسيارة صارت مركبة، صارت اللي هي المركبة، هاي المركبة الآلية. وشو كمان؟ جامعة مؤسسة تعليمية وجامعة، نقول اليوم جامعة ايش يعني؟ صفة، يعني الجامعة يعني لامة مثلا بالفلسفة.
وكل الكلمات عادة إلها أكثر من معنى. ليش؟ لأنه الناس مرات تستعمل كلمات، بتعيد استعمال كلمات موجودة لـ concepts جديد. بالتالي شو التير؟ التير ميري فيت ديفرنت كونسبتس. هون عندنا مثال جاكوار. شو جاكوار؟ جاكوار هو حي النمر الامريكي. وجاكوار شو هو كمان؟ صار اسم سياره زي المرسيدس والاوبن اسمها جاكوار. ها؟ ف التير ميري فيت ديفرنت كونسبتس. A concept might not be agreed among all people. مش كل الناس لو فتحنا رؤوسهم بنلقى بالضبط نفس المعنى. يعني لو اقول لكم انا حفله الحنه، لحظه، هذا مش شيء ملموس. طب هذا المثال ليش استعمله؟ لو اقول لكم انا جبني، جبني، طبعا انا وياكم من نفس البلد، والجبني معروف لانه شيء شيء جبن، صح؟ شو احنا متفقين عليها؟ يعني كل اللي براسكم وبراسي نفس الشيء. هلا لو فتحنا مش نفس الشيء، لو فتحتوا راسي وراس امامي قلتلكم 99% متقاطعين انا وياه. بس بجوز في حالات معينه انا بروح اسمي اللبني جبني، في حالات معينه بجوز يتسمي شيء ثاني او شيء او انا بسميه جبني تكون لا هذا مش كمان مش جبني. في مصر بقول حليب، ف ايش هو الحليب في مصر بقولوا لبن؟ لبن. لا احنا نحكيش على الكلمه. ممكن على فكره ممكن يكون اكثر من كلمه لنفس المفهوم. مفهوم الفلسطيني لكلمه لبن بيختلف، اللي هو اللبن الرائع بيختلف عن مفهوم المصري شوي. مش بيختلفش نفسه كذا معنى الكلمه نفسها. سوري كمان مره، الملك يعني بالانجليزي الملك اللي احنا بفلسطين نسميه حليب، هو نفس المفهوم للبن عند المصريين. للبن عند المصريين بس الكونسيبت نفسه، بس الكلمه مختلفه. وهي بنسميهم سينونيمز. هون كلمتين سينونيمز، انا ما بحكيش عن هذا، انا بحكي عن اختلاف وين الكونسيبت نفسه. الكونسيبت نفسه عاده لو فتحتوا راس مهند راس علي كلهم شو السياره؟ سيارة المركب الآلية مش 100% بالكم. أقول لكم وين بتلكوا الاختلاف؟ هل السيارة بالنسبة اللي بيسوق على عجلين بجوز بالنسبة لمهند يعتبرها سيارة، بالنسبة لعلي لا. بالتالي عادة الناس they have يعني very common understanding، يعني سوري هذول الست rules بكون الاختلافات صغيرة فيها. أه؟ بكون الاختلافات صغيرة فيها. فالكونسيبت might not be agreed among all people. Not exactly the same set of rules are agreed by all people. بس في يعني بس المشترك بينه وبينه مرات بكفي إذا فهموا على بعض إنجاز التعبير. معناته في بينهم شيء مشترك كافي إنهم يفهموا بعض. طيب خلينا أعمل سكيب لهذول. أوكي الدكشنري، شو الدكشنري؟ القاموس هو بتعريف المعنى. بس المشكلة شو تعريف أكل؟ أكل يأكل أكلا وأكل الشيء يبتلع، هيك بعرف القاموس. شو يعني؟ وين السيمانتكس؟ أي ابتلع. وهي يعني هذا بصراحة التعريف المعاني في القاموس سيء جدا. تستغربوا لما بقول هيك، تعريف المعاني في القاموس سيء جدا. الانتروجيز مش بس بيمثلوا المعنى وبريسايزلي. بريسايزلي يعني بدقة عالية جدا. هلا هذا الكلام بناخذه بتفصيل أكثر المرة الجاية. فخلينا أعمل سكيب لها. هلا بنيجي نقول وات إز انتروجي. شفتوا أخذته مقدمة عامة عن الانتروجي لإيش هي؟ مظبوط؟ هيك جنرال موتيفيشن. هلا بدنا ندرس شيء هي الانتروجي. الانتروجي كلمة فلسفية
كانت موجودة بنسميها بالفلسفة التحليلية الاناليتيكال فلسفي اللي هي علم الوجود معناها معناها علم الوجود من ايام ارسطو طبعا كلمة يونانية بنسميها بالعربي مش انتولوجي انتولوجيا كلمة يونانية بتعني the science of what exists يعني أنتوز that which exists logos knowledge of يعني knowledge of what exists طيب احنا بعنينا في الكمبيوتر ساينس في الكمبيوتر ساينس اجى اول واحد كان الانتولوجي a list of things that exists كل الاشياء الموجودة اجى واحد ثاني كان جروبر هذا اشهر اشي a specification of a conceptualization شو يعني conceptualization الكونسبتس مجموعة الكونسبتس اللي في رأس نأخذ عدة نفترض مثلا على سبيل المثال جربت اعتاب شو الجامعة وشو المحاسبة دائرة المحاسبة ودائرة التسجيل والمدرسين والمواد والطلاب والامتحانات والكل هذا جربتي في الجامعة مزبوط فصار عندك صورة عن كل مفهوم لما أقول لك امتحان مادي أستاذ قاعة محاضرات كل هاي الأشياء صار عندك أنت تصور عن كل كلمة من هذول الكلمات مزبوط مجموعة كلهم بنسميها الكونسبتواليزيشن يعني هذا تعريف مبسط جدا للموضوع هلا جيل انتولوجي مش هاي الكونسبتشواليزيشن الانتولوجي هي سبيسيفيكيشن اوف الكونسبتشواليزيشن شيء ايش يعني وصف لي ما في راسك وصف لا هذول الكونسبتس هاي مالي وصف لا هذول الكونسبتس هذا تعريف هذا معناه سبيسيفيك اكسبليسيت سبيسيفيكيشن اوف الكونسبتشواليزيشن هلا كريس ويلتي قال هذا التعريف غلط بدنا ناخذ هو description of the kinds of entities that there are and how they are related description of the kinds of things types description لا types of things في هذا الدومين there are and how they are related وكيف مرتبطين مع بعض some people refer بيقولوا خلاص انا بعمل conceptual schema زي الـ AR schema class diagram كل الاشياء هاي في الدنيا وبسميها ontology طبعا هذا الكلام غلط to simplify it هذا تعريفي انا بس هذا مش تعريف علمي هذا تعريف بسميه recipe once my grandmother asked me about شو بتساوي recipe شو بتعلم؟ قلت لها كمبيوتر. طب إيش يعني الكمبيوتر؟ قلت لها برمجة. قالت لي إيش البرمجة؟ قلت لها أنتولوجي. قالت لي شو أنتولوجي زدتي؟ كده فسر لها إياها. دائما أنا بحب أعطي تعريف مبسط جدا جدا جدا. هذا مش تعريف علمي. فقلت لها يعني حكيت لها هذا قاموس بيقدر الكمبيوتر يفهم. شو أنتولوجي إذن يا مهند؟ قاموس بيقدر الكمبيوتر يفهم. هلا ستي بتعرف شو قاموس بس هي الكمبيوتر بده يفهم قاموس قلت لها هذا القاموس مكتوب بايش؟ ايش؟ لا ما بفهمش مكتوب بلغه المنطق يعني بيقدر الكمبيوتر يحسب حساب المعنى ريزن مش اخذته فيرست اوردر لوجيك ولما مش قدرنا نعمل ريزنينج في طرق حساب الانفرنس رولز مظبوط؟ هلا فاحنا بنكتب المعنى اذا في ايش في لغه المنطق بيقدر الكمبيوتر يحسب او يعني يستنتج المعنى لما بيكون مكتوب بلغه المنطق هاي الانتولوجي كيف تعريف 61 طيب خلينا نقول انا انتولوجي از An explicit specification of a conceptualization. في ناس بيقولوا a shared understanding of some domain of interest.
أول إشي بنعرف إنها بتكون فورمال، فورمال يعني مكتوب بيعتاب بلغة المنطق، وبالتالي بنقدر نعمل ريزنينج في كونسبتشواليزيشن وفادومير، وبالتالي بتمثل كوميونيتي عادة مش مفهومي أنا بحطه في الأنتولوجي. بحط اللي الناس تقريبا متفقين عليه، المعنى الناس اللي متفقين عليه. هلا وعادة بنستعمل هالابليكيشنز، فبنقدر نقول a common vocabulary of terms, some specification of the meaning of the terms, the semantics. Anyway, في هاي optional reading، بس بس أنا بحب أشرحها لكم. أنتوا أخذتوا شو يعني السيمانتكس بالformal logic، مزبوط؟ طلع هاي an explicit specification of conceptualization. تتذكروا هذا المثال؟ شو يعني conceptualization؟ ها شايف الدنيا، شايف الكونسبتشواليزيشن تبع شو هي الاوبجكتس والريليشنز والفانكشنز، يعني هذا بلوك اون اباف كلير تا تيبل. ها لحظيا لحظيا، هذا نشرحها بسرعه على فكره. هذا الكونسبتشواليزيشن اللي في راس الزلمه هذا، هذول اللي بكون في راسه عن هذا العالم، مظبوط؟ هل ف لما اجي انا اقول ان اكسبليسيتي سبيسيفيكيشن اوف ا كونسبتشواليزيشن، انا يعني معناته بدي اجي اكتب فيرست اوردر لوجيك ستيتمنتس مثلا، اوصف فيه هذا الكونسبتشواليزيشن، يعني فهمي انا لهذا الدومين. بقدر اقول مثلا، مثلا بقول for all x for all y on x، إذا x on y معناته x above y، صح؟ يعني أنا بصير أوصف في هذا الconceptualization، بصير أوصف بلغة مالها formal formal language. فشو معناته an explicit؟ فبتصير هاي explicit specification of ايش؟ هاي ما جبتهاش من، تتذكروا المثال تبع تاسكي اللي في كتاب ديسكريت ماث، كل المثلثات اللي بحدد المربعات هذا مثال مشهور جدا على فكره في الاي اي. يعني انا بوصف، بطلع على دومين، على على دومين بفهم، يعني في لي فهم معين فيه، بتكون عتاب، بتطلع هون المدرسين والطلاب والمادة والامتحان، تكون فكرة، تكتبها عتاب بإيش؟ باللوجيك، تعرفها باللوجيك. هلأ هذا بالنسبة لجروبر، هذا تعريف جروبر معناها an explicit specification of conceptualization. هاي هي الأنتولوجي، هاي هي مجموعة الأكسنز، هذول هم الأنتولوجي. فإحنا بنعمل لهم شير، نعمل لهم شير، هاي بنسميها يعني، يعني لما وزارات بوصف الدومين هذا باللوجيك بقول لهم يلا خلاص، لانه بتعرف انه في اللوجيك بيكون هذا مش ambiguous language، الها one interpretation، مظبوط؟ الاشياء اللي بتكتب باللوجيك الها one interpretation، تفسير واحد. هلا طبعا هاي ريكون جوارينو بيتفقش على هذا التعريف، بقول هذا التعريف غلط، بقول له افرض انك انت رفعت هاي الان بطلت، بدك تغير السبيسيفيكيشن هون، وبالتالي هذا الكونسبتشواليزيشن، يعني بالتالي الكونسبتشواليزيشن تبعك عن العالم لازم يتغير، صح؟ وهذا الكلام معناته بكله هذا الكلام غلط، مش كل ما كنا شغله حطينا شغله نغير مفهومنا على الواقع يا توم جروبا، يا وبالتالي كلمه مفهومك للكونسبتشواليزيشن غلط يا جروبر، هذا نيكولا جوارينو بيقول هيك. فاللي قلنا بقول it is this conceptualization is not a conceptualization, it's a state of affairs. هذا one snapshot عن العالم. بقول this conceptualization يعني هذا definition it's a problem. لازم كتعريف conceptualization is an intentional semantic structure which encodes the implicit rules constraining the structure of a piece of reality. وهذا الكلام يعني انتشلال في اللوجيك، هاي ما تعرفوش مودال لوجيك،
في شيء اسمه مودل لوجيك، عدت عليه الكونسبتشواليزيشن، في شيء نسميه في هذا السيتويشن بكى الماء بكى الكونسبتشواليزيشن هيك في هذا السيتويشن، فبصير المعنى الحقيقي او الكونسبتشواليزيشن ايش على الانتشنال؟ انه ما جابوه في كل السيتويشنز اللي في الدنيا نتطلع على بلوك وقول له أباف وكلير، فلما أجي أعرف أعرف أباف وقول بطلعش بس على هذا العالم، بطلع على كل العوالم. فهي خلي العوالم هاي بس تعريف سريع أنا عشان طيب هاتوا محلا كرمنا نخلص بس فلن 10 سلايدز بدنا نجرب هالشغلة معكم. How can we formally describe the meaning of vocabulary? طيب فشو أساوي أنا؟ بدي أعرف كيف أعرف شو يعمل e-government كله؟ شو vocabulary في الدومين ده e-government؟ شو vocabulary؟ شو هي؟ سيتيزن مواطن، شركة، راتب، ضريبة، سيارة، قطعة أرض إلى آخره، مش هاي هي الفوكابيلوري اللي تكون موجودة في الدولة تعليق الغرب؟ طيب كيف نعرفها؟ هاي أعطيكم مثال، دخلنا على القانون الفلسطيني ولقينا تعريف شركة، شو تعريف الشركة هون يا باري؟ A type of legal person registered to conduct business and recognized by its registration number. Well, there are two types of companies, shareholding companies and partnership companies. طيب هذا هيك مثلا بالقانون الفلسطيني ديروا بالكم دي قبل ما بعرفش الشيء بعرفش كومباني كيف لازم تعرف بالقاموس لانه انا معني مش في المعنى تبعها اللغوي انا معني المعنى تبعها من ناحيه قانونيه حسب القانون الفلسطيني مزبوط طيب بدنا نعرف هلا كومباني حسب القانون الفلسطيني هاي التعريف انا بقدر اكتب لي باللوجيك جيب لك يا ابن حالي عليه يلا مالكم اي اعتم a type of legal person كيف اسويها company sub type of person subset of subset of legal person ها بال first order logic company it's a sub subset or subtype of legal person مظبوط and conduct dot business مفروض تعرف description and there exist يعني في إلها رقم registration number ها ومنقول shareholding company is a subtype of company و partnership company subtype of company كل المعلومات اللي هون هي كتبتها من اللوجيك لو اجيب لكم هيك انت بتقدر تحولوها للوجيك يعني انا بتطلع على التعريف بتطلع على التعريف بحوله للوجيك او تخيل تعرفوا اي ام ال واي ار طلعوا شو هاي شو تعريف كومباني اذا صارت ابو ليجل بيرسون ماست هاي مانديتوري يعني الكاردينال تبعتها at least one conducts business و has registration number at least one registration number وفي عنا two types of companies طلع هاي وهاي وهاي يعني لو أعطيكم أنا القانون الفلسطيني زي هيك
وكلكم ارسموه بيو ام ال كلاس دايجرامز. تعرفوا؟ ما لازم تعرفوا. هذا مش ليترالي، مش ليترالي. نفهم المعنى، نفهم المعنى، بعدين احنا نروح نفكر كيف نمثله. في على فكره نمثله بيوبر او اي ار، انتم عشانكم هون تعرفوش او ار ام، هاي او ار ام. بالمناسبه هاي الاو ار ام وين المعنى موجود فيها؟ انتم طبعا ما كنتوش تعرفوا انه الاي ار واللي هو اللي نقدر نكتب معنى فيها؟ نقدر. عارفين كيف؟ وين المعنى؟ المعنى موجود what is the meaning of company can be determined from its position في هاي النتورك اللي دايجر اللي هي علاقاتها يعني its relations with other concepts and constraints. يعني يعني ايش؟ وين المعنى هون؟ اللي هي ناخذ هذا الكلاس نشوف علاقاته مع كل شيء حواليه ومع الرولز اللي هم الكاردناليتي وهي القضايا. منهم بنستنتج تعريف كومباني. انا اتوقع انها مش مفهومه يعني. صح؟ اه؟ يعني لو نشوف دايجرام يوم ال دايجرام او اي ار دايجرام واقول لك شو تعريف طالب، شو بتقول لي؟ يوسف حسب العلاقات. شو بتتخيل العلاقات؟ يلا. طالب. سب تايب اوف بيرسون. مدرسة. في له اتليست ريجستريشن نمبر. له سجل علامات. له سجل علامات. هاز اي دي. هاز اي دي. مسجل في كورسات. مسجل في كورسات. هلا في عالم الاي جفرمنت احنا بنكتب تعاريف، التعاريف بالطريقه هاي لانه هاي الطريقه ديروا بالكم هي الحقيقه بنكتب بهاي، بس احنا الناس الناس ما بحبوش يورجوا هذا. ليه؟ لانه مش مفهوم. ايوه مش كل الناس تفهم، بس هي الحقيقه اللي اللويرز بشوفوا هذا. ها ها بس احنا بنحاول نورجي هذا بس نبقى فاهمين انه هذا هو هذا. هلا فهاي ministries needs such definition such precision يعني دقة and formal definitions to exchange that meaning. من هون هذا تعريف لما بقول لستة هو قاموس مكتوب بلغة المنطق بيقدر الكمبيوتر يفهمه. وشو يعني في الآخر؟ أنا برجيها الرسمي حتى برجيهاش. هلا we may use ORM أو ER أو UML as a language to specify the meaning أو semantics of a domain as a formal notation. يعني نقدر نستعملها كلامج. ها؟ بس الناس أو الكمبيوترز تفهم الأنترجز من الأول مش بالـ ER. أنا هاي رسمي في الآخر إحنا برجيها للناس بس الحقيقة من جوا قوي. طيب thus an ontology consists of. شو الانتولوجي بتتكون من شو يا هتام؟ اللي بقول اسمه يمكن سارح يعني. concepts or relations. هاي concepts or relations بينهم مزبوط؟ او constraints او rules زي هاي. ها؟ هاي اذا بدكم تركيب الانتولوجي، الانتولوجي بتتكون من concepts relations rules. ها؟ بشكل يو ام ال والاي ار دايجرام. يعني ليس هناك ما يمنع انك ترسم الانتولوجي تبعتك بالاي ار واليو ام ال، بس دير بالك هذا مش سكيما. لما تسويها اي ار هذا مش داتا بيس سكيما. يعني تحتاج داتا بيس؟ لا فيش داتا بيس. في داتا بيس فوق. هلا انت بدك تخزن هذا الدايجرام كداتا بيس؟ هذاك شيء ثاني. تحول معلومات في الويب بدون داتا بيس ولا شيء؟ تطول معلومه؟ لا 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 لا، هذا المعنى. هاي الانتولوجي. هلا اوكي بجوز انت عندك ويب سايت عن شركات، في شهره في كلمه شركه جوال صح؟ او شركه بير زيت الادويه او بعرفش. ها هلا في الويب سايت تبعك
هو بيحكي عن السيمانتيك ويب، بيسأل عن السيمانتيك ويب. فأنت لما تيجي تربط الويب بيج أو كلمة شركة جوال أو كلمة شركة بير زيت الأدوية، بتقول هذا التكست في الويب بيج تبعتي بتعمل له ماب على مفهوم شركة، فبيصير هذيك إنستانس لا شركة، صح؟ أو بتشوف رقم تسجيل مرخص بتقول هذا هو ريجستريشن نمبر لشركة. فأنت بتعمل ماب من تكست معين على مفاهيم بالانترنت، فهي الآخر تمثل المعنى مش الداتا. طيب أوكي، هاي مثال على انترنت حقيقية مستعملة في الحكومة الإلكترونية الفلسطينية. هاي تعريف شركة، هاي تعريف شركة. شو تعريف شركة هنا؟ مساهمة. شو تعريف شركة هنا يا نور؟ جزء من اتحاد شركات. هي أول دائما عادة نكرهها، أول شيء هي شخص اعتباري ويا بيكون شركة عادية يا بيكون شركة مساهمة، وقد تكون هاي مش اجبارية، جزء من اتحاد شركات. طب شو تعريف هيئة محلية؟ شخص اعتباري. شخص اعتباري إما أن تكون مجلس بلدي أو مجلس كروي أو لجنة إدارية، وقد تكون جزء من مجلس خدمات المجتمع. الرمز اللي بالنص شو الدائرة؟ هلا هاي او ار ام، هاي مش يورمن. لو انك تستعمل يورمن لو فسرت لك اياها اكثر. يعني هاي لانجوج ثاني، بس يعني انت لو شفتها بالاي ار وشفت كارديناليتي تفهم. هاي the meaning of each of these concepts can be determined from its position. طيب هلا او but can we say that ontology is a conceptual schema؟ يا استاذ عدل لك ساعتين بتشرح بالاخر تطلع ان الانتولوجي عباره عن اكس ام ال سكيما، سوري conceptual schema زي الـ ER والـ the answer is no. تقدرش تقول هيك. طيب هلا واحد قال لي انا عملت استاذ انتولوجي بالـ ER diagram وهي سوري مش عملت ER diagram بنمثل فيه كل الداتا بيسز او كل الداتا اللي في كل الداتا بيسز اللي في الوزارات، هل بقدر اسمي هاي الـ ER diagram انتولوجي؟ بقول له لا. طب انا شو then what is the difference between an ontology and a schema؟ هلا بنعرف احنا شغله معينه انه database schemes provides structure to the data not semantics. طب وين السيمانتكس يا استاذ؟ طب انا بطلع على الطالب بقول له برايمري كي له رقم له كذا له كذا. هاتوا نجرب نسالكم هذا السؤال، هل هاي الانتولوجي يا شباب ولا سكيما؟ سكيما. ليش يا عم؟ لا مينك هاي؟ ماني بقدر أقول بيرسون هاز أدريس وبيرسون هاز. طب بس ما عرفت البيرسون. طيب عارفين إذا كنت تعرف إنها الأنتولوجي سكيما ولا لا؟ شو تسوي؟ طلع تقدر تعرف شيء إكس؟ يس. شو هو؟ شو هي؟ شيء. مين هذا؟ شيء إكس؟ ممكن أكثر. شو هي؟ لا إذا 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 إكس تطلع. It's anything. It's anything. لا لا بس يعني إذا بتقدر تعرف شيء إكس بسهولة بتكون الأشياء هاي. الأشياء هاي صفات معرفة. لإكس. لإكس. بس إذا كل لو شو اللي لو إيميل يا أدرس ممكن يكون. شركة أستاذ طالب مدرسة جامعة. بقدرش أعرف. طيب أزيد عليها؟ طب ها بارتيسيبيت إن بروجكت شركة أستاذ طالب ما استفدتش أنا؟ كل ما تزيد الصفات ممكن كل ما زدتها؟ لا لا مش كل ما زدتها بصير تعرف. لا ممكن أحط لك. طيب أزيد لك إياها؟ بالنسبة أزيد لك إياها إلو اسم او اكس له اسم هاز نيم هاز نيم هو ممكن تزيد هاز تليفون نمبر هاز ايوه اذا شو اللي ازيده شيء مفيد شيء مفيد. طيب شو رايك في هاي اوديكيشنال هلا اصير
هلا في ايه هلا؟ هسا بطلت كانها جامعه. هلا بطلت شركه وبطلت شخص، شو صارت؟ بطلت جامعه مثلا او مدرسه، معناته لسه كليه، معناته لسه كل الصفات اللي حطيتها مش كافيه، معرفه لسه مش كافيه يا جماعه. بس ما بتعتبر يعني انتولوجي؟ لا، الانتولوجي بتقول لك كالتالي، الانتولوجي if you can be sure of what is x from its position then its characteristics relations with other concepts are suitable for defining its meaning. يعني بمعنى اخر المعنى مش مفهوم هنا يعني. suitable بحكي لك يعني ممكن يكون انه يعني يلبق على هذا الشيء. انا لو حطيت معنى ممكن يعني لو حكيت انها جامعة ممكن يلبق عليه، ممكن تكون suitable characteristics. طب هلا الفرق بين السكيما والانطولوجي هاي شغله، انه شو انت بتحط؟ حطيت كل الاشياء ما لها اي ذوق، ما لها اي يعني عرفتيش شو هو اكس، عارف انت عمليا هاي فيري بور اند باد انطولوجي، يعني ما بتقدرش تعرف هالمعنى. طيب هاي شيء هي كومبوز اوف فاكولتيز، تتكون من كليات، اذا شو صارت؟ تزبطش لا مدرسه ولا ولا كليه ولا 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 فصار جامعة. طيب سؤال بيطرح نفسه، شو ابحى بياثرش عليها؟ ايميل وادرس وبروجكت. خلي الادوكيشن انستتيوشن؟ يس. بس اني اهم وحده؟ هي اخر وحده. اذا احنا عاده which of these characteristics are more distinguishing؟ هلا في صفات بنسميها صفات جوهريه، في صفات عرضيه. الصفات الجوهريه is typically something inherent to an individual، يعني الصفات الجوهريه الملازمه للشيء اللي هي بتعرفه. الصفات العرضيه يعني انا طلعوا علي، افرض انه اللي كانت قدامكم ماليش اسم، بضل انا ولا لا؟ افرض انه ماليش ايد ولا اجر، طب ولا شو الصفات اللي تستعملها بنسميها الجامعة المانعة اللي بتميزني؟ انه مش بس انا كمصطفى كانسان، عارف شيء عادة بنقول يعقل وينطق، اذا كنا عن شيء يعقل وينطق معناته 100% الانسان. طيب هلا هذا الكلام كله مفهوم لحد هذا؟ يعني احنا ظل علي خلص يعني أبس ظل علي بس الكلام يعني أكمل تو سلايدز يعني بصراحة. إذا بدك تبني أنتولوجي very good أنتولوجي بقول أن أنتولوجي that does not hold intrinsic property is not a good أنتولوجي. مزبوط؟ اللي فيش فيها صفات جوهرية هي مش good أنتولوجي. It becomes a schema with poor or no meaning. مزبوط؟ صح؟ Ideally لازم يكون فيها all and only الصفات الجوهرية. All and only هذا ideally. ليه؟ فهمتوا لحد هلا؟ طيب بس أنا هذا الكلام بدي أقوله وين؟ هات هلا عاد ننقد الكلام اللي حكيناه والتعريفات اللي قلناها عشان نستنتج في النهايه مفهوم. ننقد الكلام اللي قلناه. وين يا استاذ يجي واحد يقول لي يا استاذ لاحظ انه لما بدي اجي اعرف انسان بنقول يعقل وينطق، تخيل انا عملت انطولوجي مكتوب فيها يعقل وينطق، يا عم انا كيف بدي احسبها؟ مش للاي تي هذا للفلسفه. فهل انطولوجي اول شيء عشان اعرف انه بدي كل كونسيبت تطلع له الصفات الجوهريه تبعته which are very difficult to represent، كيف تقدر تمثل انه البيرسون هاز برين؟ such properties are not needed in IT applications. اصلا هي بلزمني في الاي تي في الانطولوجي تاع الحكومه الالكترونيه اعرف انه الانسان له برين، صح؟
فانا يعني بصراحه هذول الانترستنج بروبرتيز هذول ايش مالهم؟ التفكير فيهم اول شيء صعب جدا وما بيلزموش. هذا thus النتيجه بنقول it is not necessary that the intrinsic properties be explicitly captured in the ontology. اقول لك اياها يعني بمعنى اخر مش من الضروري انك تمثل انك تحطهم في كلب الانتولوجي، ولكن they must govern the way we think while building the ontology. لازم لما نبني ontology نبكي عارفينهم، حتى لو ما حطيناهم مش لازم نبكي عارفينهم، وهم لازم يحكموا الاشياء اللي بنحطها. يعني اوكي لو حطيت ايميل وادرس ما بضرش، بس ممكن احط اشياء اخرى، يعني في كومبرومايز. باختصار في كومبرومايز. هنس يو از نولج انجينير، وليش على فكره اللي بيعرفوا يبنوا جود انتولوجيز هذول بعالم السوفت وير انجينيرنج اغلى الرواتب على الاطلاق. يعني ما في شيء اعلى من راتب اللي بنسميه نولج انجينير. يعني انك مثلا تعمل تكتب كود، هاي ارخص شيء. انك بتعمل تيستينج جزء اغلى من فيزيكال. انك بتعمل اناليسيس اغلى شوي منها. اغلى شيء في الدنيا انك تكون نولج انجينير، لانك يو شود بي سمارت وين ميكينج تشويسز سو تو اتشيف ا جنرال بات ات ذا سيم تايم ابليكابل اونتولوجي اند نوت تو اند وذ ا سكيل. في سؤال ضمن الكفر السلايد، انا اللي مش مهم نحطه الايميل الان الانترستنج. هلا الانترستنج مش شرط تحطه، بس لازم يحكم تفكيرك وانت تبني. يعني مش لازم احط الفاكولتيز لا لا اسمعني شو بقول. اول شيء اذا حطيت ايميل وادرس وكذا مش بضروش بس بنفعوش، بس ما بيحسب. واذا وبسمح لك ما تحطش كمان الانترستنج او سو صفة يعني سكيما صراحة الصفات المهمة الانترستنج الانترنسك هيك بقول لك الانترنسك فيهم مشكلة اذا حطيتهم مشي مشكلة. زي مثلا تقول انسان هاز برين، الشخص انه عنده عقل صح؟ هل هي تلزمك في الاي تي؟ تلزمك مضبوط؟ يس. وليش وعشان تمثلها كيف بدك تمثلها في عالم الاي تي؟ بس انه هاز برين. فتمثيلهم صعب وايجادهم اصعب. هلا بس بنفس الوقت تقدر تستغنى عنه. فبالتالي دائما بنقول الكومبرومايز انهم هم انت لازم تعرفهم، مش شرط تحطهم بس لازم يحكموا تفكيرك وانت تبني في الانتولوجي. باختصار لكم اياها من الاخر، هذا العالم لا زال فن. ما فيش طريقه واضحه 100%، لا زال فن. يعني انا ممكن ابني انتولوجي اقول الانتولوجي تبعك مصطفى احسن من الانتولوجي تبعت علي. هلا مش مبني على قواعد ميثودولوجي بعلمك اياها. It is a skill. You should be smart enough عشان تعمل الكومبرومايز، تعمل الانتولوجي تبعك جنرال but at the same time applicable. The more a knowledge engineer is aware of ontology challenges في المشاكل the more or the better his or her skills will be in building quality ontologies, good ontologies. على أي حال there are some methodologies to guide to build a good ontology. في ميثودولوجيا عندنا ما ندرسهاش في هذا الكورس، درس الكورسات الثانية. في ميثودولوجيا معينة تساعدك انك تفكر، عادة مش مطلوب منكم في هذا الكورس، بس على كل ما حبيت اقول لكم انه الموضوع مش هيبقى عندك ستيبس واحد اثنين ثلاثة تطلع في good ontology. ورسالة بقول لك إياها إنه يعني فيها كثير ذوق وفيها كثير سكيل يعني هي سكيل يعني زي الإدارة. يعني كيف تعلمك تبقى جود مانجر حتى لو شرحت لك إياها بعد الرولز يو ويل نوت بي أ جود مانجر. مظبوط؟ مش شرط تبقى مدير شاطر، بس
It's a skill. هاي it's a skill. واللي بتعلمها عادة بتكون رواتبه عالية جدا جدا جدا. Anyway, آخر سلايد. آخر سلايد من أجمل سلايدز اللي أنا شفتها في الموضوع. طبعا هو مأخوذ من نيكولا غوريني. تعرفوا إحنا بنكتب الإشي. هاي عادة مية بالمية بيجي فيها امتحانات. شو الفرق بين أنا بجي في الامتحانات؟ شو الفرق بين اللوجيكال والإبستومولوجيكال ليفل؟ شو الفرق بين الإبستومولوجيكال والأنتولوجيكال؟ بين الأنتولوجيكال والكونسبتوال، بين الكونسبتوال واللينغويستيك. شو الفرق؟ هلا أنت تيجي تبني سكيما، سوري أنتولوجي بس. زي السكيما اللي شفتها تاع الحكومة الإلكترونية، هاي الأنتولوجي اللي شفتوها. أقل ليفل إذا بنقدر نمثلها إحنا باللوجيك، مظبوط؟ صح؟ هلا فهي بنكتبها عادة باللوجيك كبريديكيتس وفانكشنز، مظبوط؟ الكونسيرن تبعنا المين فيتشر هناك لما نكتبها باللوجيك بتكون ايش؟ إنك قاعدين نعمل فورماليزيشن، صح؟ أها طيب خلينا نعمل سكيب لهذا. بعدين في ليفل ثاني بنسميه أنتولوجيكال ليفل. انه في عندي انتولوجيكال ريليشنز انا بكون مش معني انه كيف مثلناها باللوجيك والانتولوجيك استعملنا وهاي الفانكشن ولا بريديكيت انا بكون معني في المعنى اللي وز المعنى مينينج فالانتولوجيكال ليفل از كونسيرند وذ مينينج صح ها ها الكونسبتوال نقول الكونسبتواليزيشن كنا بنقول كونسبتوال لما اشوف هذيك الانتولوجي اللي ورجيتكم اياها تاعت الصناعه تاعت الحكومه الالكترونيه يا بقول اوكي حتى نفحص الليفلز في عندنا مثلا بعد الانتولوجي كان اللي هو بيجي الكونسبتوال ايش يعني الكونسبتوال انه انت او مثلا جي كنا عتاب كيف شايف الدومين هي كيف شايف الدومين ولا احنا كيف شايفين الدومين ولا مجموعة معينة كيف شايف الدومين وقد نختلف شوي نسميها سبجكت ها فهلا كيف احنا شايفين الدومين الليفل اللي اقل منه اللي هو كيف مثلت كيف المعنى استنتج من الكونسبتشواليزيشن تبع عتاب ملاحظين ها طيب هلا اللغه لينغويستيك باي لغه هيومن لانجويج بتمثل الامور وقد يكون عندنا سينونيمز لنفس الكلمات او فمعنيين هنا الديبندنسي على اللغه هل الانتولوجي يعني هل الكونسبتواليزيشن اللي عملته عتاب هو يعني معتمد على اللغه العربيه ولا الانجليزيه مثلا إذا أعلى إشي اللغة الأقل منه كيف هي شايفة الدنيا ودومينها كيف المعنى مستنتج من كيف هي شايفة الدنيا هذا الأنتولوجيكال اللوجيكال كيف مثلنا هذا المعنى ليه؟ ظلميا صديقنا الأبستمولوجيكال الأبستمولوجيكال اللي بنقول شو معناته الأبستمولوجيكال source of knowledge أو knowledge sources لا هل امثل المعنى هذا ب فانكشن ولا ريليشن ولا امثله في يعني عندي انا عندي نيم كون من فيرست نيم ولاست نيم صح احط نيم ولا احط فيرست نيم ولاست نيم مع بعض كيف اعمل ستراكشر للمعرفه تبعت ستراكشر تاع المعرفه ستراكشر تاع المعرفه او المعنى مش كيف اعمل له فورمولايزيشن كيف اعمل له ستراكشر طيب في عندي مثلا افترضوا في عندي مش انتوا بتدفعوا على تروح على البنك بيرسون ديبوزيتس ماني في ديت معينه صح؟ هل أمثلها بالطريقة هاي ولا أقول transaction ها
has person و has date و has amount. لا هلا ما نقول عام ولا خاص، احنا بنقول انه الاختلاف كان ابستمولوجيكال، يعني انا بعطي نور واماني يرسموا لي يمثلوا لي معنى معين باللوجيك، وكل واحد منهم جابت لي تمثيل معين لهاي المعنى، اثنين صح واثنين اكويفالنت بس مش نفس الشيء. كيف يعني؟ ما عمركم شفتوا يعني؟ هلا لو كلكم عملوا لي داتا بيس، يلا اعملوا لي داتا بيس لا نحط فيه جدول محاضرات طلاب ومحاضرات وغرف والى اخره، هل بتقعد بالضبط بنفس ستراكشر بنفس سكيما؟ عارفين وين اختلفتوا؟ انتوا اختلفتوا قد ستراكشر ليفل بنسميه ابستمولوجيكال، اختلفتوا قد ابستمولوجيكال مش قد اونتولوجيكال ليفل، لانه انتوا اللي سويتوه بتمثل بنفس المعنى له نفس المعنى، يعني المعنى اخر. هذا الجدول بكل ما يسمى التالي اكثر من ستراكشر، يعني سنونيمز، يعني هذا لا مش سنونيمز. هلا يعني هذا انا بشرح لك معنى معين تقدر بتمثله باكثر من تركيبه باكثر من تمثيل، مزبوط؟ اه. وعلى فكره لو اعطيتكم اي ار دايجرام قلت لكم اكتبوا لي لوجيك برضه بتيجوا لي باكثر من فورماليزيشن لنفس السكيما، يعني نفس ستراكشر له اكثر من فورماليزيشن، ونفس المعنى له اكثر من ستراكشر، ونفس الكونسبتواليزيشن له اكثر من معنى. نفس ايش؟ وين بتكون الصراحه؟ انا شخصيا لا، على فكره بعرفش يعني هذا سؤال كثير ديب، بعرفش ما بعد حدا شو معناها كيف مستويات بسميها النولج ليفل، بسموها كيف المعرفة ان انا وياك نقول انا وياك مش نفس الانطولوجيا. على فكرة ليش احنا وين مختلفين؟ مختلفين على اي مستوى؟ الكونسبتوال ولا الانطولوجيكال ولا الهيستولوجيكال ولا اللانجويج ولا ضروري نعرف هذول الاشياء. هلا اخر كلمه اليوم، هذا اللي تعلمناه كل اليوم عشان نسوي الاي تي ابلكيشن، هي مش اونتولوجي اونتولوجيز لغويه مش لينجويست، يعني العربي اونتولوجي ما لهاش علاقه باللي حكينا عنه. تسمعوا في العربي اونتولوجي نشرحها بعد محاضرتين من هنا. ها هو عبارة عن application ontologies للي بده يساوي e-banking e-municipalities e-government e-universities كنا e-government e-مختار كلهم أنا شو كلهم e-government e-municipality كلهم ترى جديد شيء اسمه e-مختار مش عندنا ministry بعدين municipality أصغر شيء في مختار e-مختار. فكل هذا الكلام هاي استعمالات الانتولوجي فيه، ما حكينا عن لينغويستكس، ما حكيناش من الان فصائدا على اللي بضل علينا بالماده نركز معظم الاشياء. هلا عم نبلش في اللغه، اخذنا كل شغلات ضل علينا هلا اللغه، كل الاشياء الناتشرال لانجوج بروسيسنج واللينغويستك انتولوجيز، نركز كثير على الاشياء اللي لها علاقه باللغه. في اي سؤال؟ ها فيش اي سؤال؟ هاي يعطيكم العافية.